سيكون معنا الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي من العاصمة الفرنسية باريس. دكتور، كيف صنفتم هذا الحدث؟ يعني هو هذا عمل إجرامي بلا شك، لأن مقومات هذا العمل أن هذا الرجل اعتدى على أناس ليست له علاقة بها، وبالتالي وليس هناك سبب، وليس هناك نزاع، وليس هناك أي مبرر. الجريمة قائمة الآن. هل يمكن يعني تعريف هذه العملية وتوصيفها بأنها عملية إرهابية؟ هذا ما ستقوم به الأبحاث لنعرف هل هناك دوافع أخرى. هذا الرجل هو يعني محل قرار إبعاد من البلاد الفرنسية، لكن هل وراء أناس؟ هل هو في شبكة؟ هل كان ذلك؟ هل هو مختل توازن؟ هل هو له كل الإمكانيات؟ هذا ما سيسفر عنه البحث، وبعد هذا البحث يمكن توصيف هذه العملية، هل هي إرهابية أم هي عملية إجرامية. ولكن حتى إن كانت عملية إجرامية بدون دافع إرهابي، فإنها روعت الناس، روعت المئات من الناس في ذلك الوقت. هل يختلف الأمر؟ الأمر يختلف. إذا كان هناك تروية فإننا نقترب من التوصيف الإرهابي مهما كان الشخص الذي يقوم به. لما قامت العملية يعني ضد أكراد، وكان فرنسي الذي قام بذلك، يعني بدأ الحديث عن توصيفها كعملية إرهابية، لأنه لا يجب أن تكون التوصيف يعني بالنظر إلى من قام به. هل هو مفهوم أخلاقي تتبعوه فرنسا مثلا؟ يعني هذا المبدأ هو مبدأ قانوني موضوعي مادي، ويجب العمل به لكي لا نفرق بين الضحايا، ولا نفرق بين الذين يقومون بالعمل الإرهابية. المسألة هي هل العمل الإرهابي يروع الناس أو لا؟ وإن كان هناك فالترويع فيمكن الاتجاه أن يكون العمل الإرهابي مهما كانت الضحية، مهما كان لونها أو دينها أو جنسيتها. هذه هي المبادئ التي يجب أن نبني عليها العالم، والعالم يتحول الآن لكي تكون الأمور أكثر موضوعية، لكي نبتعد عن سياسات أو دفعات التعامل بمكيالين. دكتور مجيد، إذا استبعدنا، أعتذر عن المقاطعة، إذا استبعدنا المفهوم الإرهابي من هذه الحادثة، هل المجتمع الفرنسي يستوعب مثل هذه، أو على الأقل تخرج منه مثل هذه الأفعال؟ يعني كل المجتمع تنخره يعني أشياء وأفكار من هذا النوع، يعني ولكن هذه العملية بقطع النظر عن توصيفها بإرهابية أو لا، إلى الآن لم يكن هناك توصيف بأنها عملية إرهابية، ولكن هي ببشاعة، لأن الحياة البشرية مقدسة مهما كان الشخص، وأن يقوم إنسان مهما كان جنسه أو دينه أو تفكيره أو إيديولوجيته بمحاولة قتل أناس آخرين أبرياء، هذا عمل إجرامي في حد ذاته يستوجب أن تقع عقوبة لكي لا تتفشى مثل هذه الحالات، ولكي تعيش الناس آمنين أكانوا في باريس أو في القاهرة أو في دلهي أو في ريو دي جانيرو. التأخير في خروج البيانات المرتبطة بهذا الحدث، هل له من تبرير؟ ليس هناك تبرير، هناك مسار للتحقيق، التحقيق جاري بشكل سريع، هناك أخبار تبدأ يعني بشكل سريع، ولكن لا يجب أن نرى أن التحقيق يجب أن نتبع الرأي العام، يجب أن يأخذ التحقيق مجرى. ما هو السريع من الأخبار الذي خرج حتى الآن؟ الأخبار أنه أن الرجل هذا وقع إيقافه بشكل سريع، أنه كذلك وقع التثبت من هويته، أنه وقع التثبت من ماضيه، أنه الآن في إطار المعالجة، ويعني القانون يفرض المعالجة حتى وعلى مجرم.
هو في العناية المركزة يقومون بهذا، وهذه هي الدول الحضرية تقوم تقصد أن هذا قد يكون مبررا لتأخر الخروج عن بنتائج حول هذه الحادثة؟ هي إصابته؟ هو يكون سبب، ليس مبرر ولكن سبب، لأنه لا يمكن بحث أو التحقيق مع شخص هو تحت الإعاش. لذا هناك جزء كبير يجب أن ننتظر لكي يمكن لكي نتمكن من التحقيق مع هذا الشخص، ونأخذ ونأتي ونستخلص معلومات جديدة يمكن أن تحول أو تعمق مجرى التحقيق. وهذا شيء القانون يفرضه، والعدالة تحمد على ذلك، لأن المهم أن العدالة ستمر، وأن هذه الأنواع من الجرائم لا يمكن أن تتمادى، وإن كانت دائما تتمادى ولكن يجب وضع حد لها مهما كانت الأشخاص ومهما كانت جنسيتهم وأديانهم وغير ذلك. وهذه مسألة تهم النظام العام الدولي الذي يجب أن يستتب في كل بقاع العالم. نعم. مهما كانت. كامل التحية والتقدير لك الدكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي، شكرا لك سيدي الفضل إذ كنت معنا من العاصمة الفرنسية باريس.